مرحبا فيكم شباب، رجعناكم فيديو جديد. انا وعمكم ابو زيد. شلون تفتح لون الخوذة، لون الشنطة، بوجي موبايل مجانا. طبعا شباب، هي الخوذة، هي الخوذة مثل ما شايفينها، وهذا لون الشنطة، فيكم تفتحوه مجانا. طبعا شباب، هذا شلون بتفتحوهون؟ لازم يكون عندك عناصر أسطورية. عناصر أسطورية شباب بيكون عليها زهرة، مثل هذا مثلا عنصر أسطوري. طبعا إذا بيكون عندك عنصرين أسطوريات تفتح لون الخوذة، وإذا عندك أربعة تفتح لون الشنطة. وشباب، بس إن صار عندكم ستة أسطوريات بيعطوكم هذا اللون، بيعطوكم وشاح أسطوري مثل ما شايفين الشباب، وشاح الشباح. مثل ما هون شايفين شباب، ألوان للأسلحة، بس بده يكونك مجمع هدول يعني باليو اس. وصلنا معكم لنهاية الفيديو شباب، لا تنسوا تدعمونا باللايك.